ابتكار روبوت جراح لإجراء عمليات لرواد الفضاء. تمكن العلماء بعد سنوات من الدعم والإشراف من قبل وكالة ناسا من أن يطوروا روبوتاً يدعى ميرا، وهو من ابتكار شين فاريتور، الأستاذ بكلية الهندسة في جامعة نبراسكا لينكولن. وسينطلق الروبوت الجراحي المصغر باتجاه محطة الفضاء الدولية ISS في العام 2024، حيث سيثبت قدرته على قطع الأنسجة عن طريق المحاكاة على أن يتمكن يوما ما وبشكل مستقل من إجراء عملية جراحية على البشر في الفضاء. ويزعم العلماء أن بإمكان الروبوت الجراح علاج تمزق الزائدة الدودية لرائد الفضاء خلال مهمة إلى المريخ، أو سحب شظية من جندي أصيب بانفجار على بعد آلاف الأميال. وكانت ناسا قد أعلنت في أبريل أنها منحت الجامعة $100,000 لتجهيز الروبوت الجراحي، ويزن ميرا رطلين فقط، وهو عبارة عن أسطوانة روبوتية طويلة ذات ذراعين متحركتين في الأسفل، ولكل ذراع أداة صغيرتان في آخرها، واحدة للإمساك بالأشياء والأخرى لقصها. وحاليا يتم إدخال الأدوات من خلال شق واحد في بطن المريض، ويتم التحكم بالجراح الآلي من قبل شخص على مقربة منه في وحدة التحكم. ولكن في المستقبل سيتم تصميم الروبوت للعمل بشكل مستقل. وفي خلال رحلته على متن المحطة الفضائية سيعمل الروبوت ميرا بشكل مستقل دون توجيه من طبيب أو رائد فضاء، لكن بعيدا عن الأنسجة البشرية، بل ستكون التجربة داخل خزانة بحجم الميكروويف، حيث سيقطع الروبوت الأشرطة المطاطية المشدودة وسيدفع الحلقات المعدنية على طول سلك، وهي خطوات تحاكي تلك التي تحدث أثناء الجراحة.